السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ده معك ويك ابديت للماركت النهارده، وزي ما انتم شايفين الارقام كلها في النزول. طبعا امبارح الناس فرحوا وقال لك الماركت هيبدا يحصل له ريكفري، بس طبعا الريكفري يا جماعه لسه بدري عليه، لسه قدامه شويه. هو مصيره هيطلع بس مش دلوقتي، لسه هيتم ينزل شويه، لان الاخبار اللي هي بتجي لنا اخبار سيئه جدا. فهيطلع ليه؟ ايه اللي هيخليه يطلع؟ طبعا الطلوع بتاع امبارح كان artificial، يعني طلوع غير حقيقي. الناس اللي هم بيكذبوا علينا في التلفزيون، زي ما قلت لكم قبل كده في كذا فيديو من اللي فاتت، ان هم بيجوا لنا على التلفزيون يقولوا لنا اشتروا، وهم لا بيفهموا ولا عارفين اي حاجه. هم كل اللي هم عايزينه ان هم عايزين يطلعوا البورصه، وللاسف الناس اللي بتفهم ما بتشتريش، وبتبدا تبيع او بتخلي جزء من الاسهم بتاعتها، وبتبيع جزء بحيث ان هم يكونوا ايه في الجزئين. لو طلعت هم كويسين، لو نزلت برضو مش هيخسروا قوي. بس حرام الناس اللي هي بتخسر جامد، اللي هي الناس اللي هي ما عندهاش فكره خالص عن البورصه، وهي ديت الناس اللي هي بتاكلها كل مره. اول ما البورصه بتبدا تطلع يروحوا رايحين شاريين، ويجوا مره واحده البورصه تروح واقعه، لان زي ما قلت لكم دوت طلوع غير حقيقي. اللي حصل امبارح كان طلوع غير حقيقي. فخلي بالكم يا جماعه من البورصه. خلينا نشوف الارقام. زي ما انتم شايفين كده دوت الداو جونز النهارده نزل له حوالي 1200 نقطه، او حوالي 3.7%. ده الجراف بتاعه خلال الشهر اللي فات، كانت اعلى قيمه ليه حوالي 35,300. يعني الداو جونز نزل له الشهر ده حوالي 11.8% او حوالي 12% بس الشهر ده، يعني نزل له بتاع حوالي 3800 نقطه الشهر ده. طب خلينا نشوف الناسداك برضه نفس الشيء، نزل له 570 نقطه وحوالي 4.8%. اعلى قيمه ليه كانت الشهر ده كانت حوالي 3600، فالناس ده نزل له حوالي 2200 نقطة، يعني نزل له حوالي 16.5%. طب خلينا نشوف الـ S&P 500. برضه الـ S&P 500 نزل حوالي 170 نقطة أو 4%، وكانت أعلى قيمة للشهر ده 4000 تقريبا و500، يعني الـ S&P 500 نزل له 13.5%. يعني الداو جونز نزل له حوالي 12% الشهر ده، الناس ده نزل له حوالي 16%، والاس ان بي 500 نزل له حوالي 14%. النزول يا جماعه لسه هيبدا، الماركت هينزل شويه كمان. وزي ما قال محلل اقتصادي معروف جدا اسمه محمد العريان، قال there is nowhere to hide، يعني مفيش مكان هتعرف تستخبى فيه. فزي ما انتم شايفين يا جماعه كل مؤشرات الاسهم الرئيسيه كلها في النازل، وبالنازل جامد جدا. حتى يا جماعه اللي هي الاستاك اللي بيقولوا عليها الديفنسيف الاستاك، او الاسهم الدفاعيه، الاسهم الدفاعيه دي هي دي الاسهم اللي الناس بتشتري فيها او ما بيكون الايكونومي وحش، زي وول مارت، كاسكو، دولار تري. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل في الشركات دي النهارده. اللي انتم شايفين وول مارت اكلها النهارده 7%، طبعا بعد امبارح وول مارت نزل له مثلا بتاع 15%، والنهارده نزل له كمان 7%. ادي وول مارت اللي هو من اكتر الاسهم الدفاعيه اللي هي الناس بتشتريها اما بيكون في باد ايكونومي او الاقتصاد بيكون سيء جدا. وبالنسبه لدولار تري، ادي الدولار تري يا جماعه، دولار تري تقريبا 15% بالنزول. شايفين الدروب عامل قد ايه؟ يعني الدولار تري دوت من اكتر الاسهم الدفاعيه، لان انت بتروح بتشتري حاجه بدولار او بدولار ونص، ما عادش دولار دلوقتي كله دولار ونص، 2 دولار. فده بيعتبر من اكتر الاسهم الدفاعيه الناس اللي هي الناس بتحط فيها فلوسها او ما بيكون الايكونومي واقع. كاسكو، شركه كاسكو اللي هي شركه معروفه جدا، شركه كاسكو دي عمرها ما بتخسر. كاسكو ده انت تروح كاسكو في اي وقت تلاقيه زحمه، بس حتى كاسكو يا جماعه، كاسكو النهارده 13% تقريبا ده. بصوا الدراب عامل ازاي، فيري دراماتيك، يعني دراب بشكل مخيف جدا. الشركات كلها ما عادش في حاجه اسمها
ديفنسيف ستوك او اسهم دفاعيه دلوقتي كله في النزول، معناه ان مفيش اي مكان ممكن ان انت تستخبى فيه. هتحط الفلوس بتاعتك في البنك، الانفليشن او التضخم هيكلها. هتحط فلوس بتاعتك في بيوت، البيوت اسعارها هتنزل. هتحط الفلوس بتاعتك في الستوك ماركت، الستوك ماركت هينزل. هتحط فلوس بتاعتك في البيتكوين، البيتكوين هينزل. هتحط فلوس بتاعتك في الجولد، الجولد هينزل. طب وايه السبب في الموضوع ده؟ السبب في الموضوع ده ان احنا داخلين على فترة جديدة اسمها ستاج فيليشن. ستاج فيليشن ده ان الايكونومي بيحصل له سلو، او الاقتصاد بيقل، وفي الوقت نفسه التضخم بيتنه عالي. يعني اقتصاد بطيء وتضخم عالي، وهي دي اللي بنقول عليها الستاجفليشن. وانا بحضر فيديو دلوقتي عن الستاجفليشن، وان شاء الله الفيديو ده ينزل خلال اليومين الجايين. طب خلينا نشوف، طالما احنا بنقول ان كله بينزل ومفيش اي مكان الواحد ممكن يستخبى فيه زي ما محمد العريان قال، خلينا نشوف باقي الحاجات بتعمل ايه. ادي الجولد، الجولد نازل. طب خلينا نشوف البترول، البترول كمان نازل. مع سعر البترول، ما سعر البترول هو من الاسباب الرئيسيه للكارثه اللي احنا فيها دلوقتي. طب هو ايه اللي بيخلي سعر البترول بينزل؟ اللي بيخلي سعر البترول بينزل لان الديماند او الطلب على البترول بدا يقل، عشان الايكونومي او الاقتصاد بدا ان هو يقل شويه. فاما الاقتصاد بيقل، الديماند او الطلب على البترول بيقل، عشان كده اسعار البترول هتنزل. اسعار البترول مصر هتنزل، ولازم هتنزل لان الطلب عليه بقى قليل، لان الناس بيجي لها كميه معينه من المصاري او الفلوس. الناس دي بدات تحط معظم الفلوس بتاعتها في الاكل والشرب، اللي هي الحاجات اللي هي المتطلبات والادويه، بحيث هي الحاجات اللي هي ما يقدروش ان هم يستغنوا عنها. اما بالنسبه للسواقه، بداوا يقللوا السواقه الموجوده في البلد، عشان كده اسعار البترول مسيرها هتنزل، وهتنزل كمان، تنزل جامد جدا خلال اعتقد الشهر اللي جاي. بس للاسف التضخم هيستنى عالي زي ما هو لفتره جايه تانيه. طيب حتى يا جماعه زي ما شفنا هنا، ادي برضه ادي البيتكوين، البيتكوين نزل بقى تحت ال 30,000. البيتكوين ده خلال الخمس ايام اللي فاتت بس. البيتكوين انت شايفين البيتكوين كان سعره كام خلال السنه اللي فاتت؟ البيتكوين وصل ل 47,000 خلال السنه. البيتكوين كان بحوالي 65,000 دولار، عشان الناس اللي بيقول لك اه البيتكوين هو المكان اللي الواحد المفروض اللي هو يحط فلوسه فيه، من خمسه من 67,000 دولار النهارده تحت ال 29,000 دولار، ولسه اعتقد ان هو هينزل اكتر من كده. فزي ما انتم شايفين كله بينزل ومفيش مكان الواحد يستخبى فيه. الستوك ماركت بينزل، اسعار البيوت هتنزل، اسعار الذهب هتنزل، اسعار البترول هتنزل، اسعار الديفنسيف ستوك او الاسهم الدفاعيه هتنزل، كله هينزل. والسبب الرئيسي ان احنا داخلين في مرحله اسمها ستاج فليشن، انفليشن عالي وجروث او نمو بطيء. اتمنى ان انا اكون شرحت لكم ايه اللي بيحصل النهارده في البورصه. لو عجبتكم البرنامج او الفيديو دوت ما تنسوش اللايك، ولو عجبتكم القناه ما تنسوش تشتركوا. وان شاء الله زي ما قلت لكم قريبا جدا خلال اليومين الجايين انا بحضر فيديو على الستاك فليشن، وايه هو الستاك فليشن، وازاي ان احنا نتعامل مع الستاك فليشن في الفتره اللي جايه. والسلام عليكم، ونكلمكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم.